صابونة ترغي تفضل على الحطني تغسل وشك وسنانك شرباتك والمواعين ليها روايح كتير بنجر شيح نفتالين صابونة خطيرة صابونة البنداري لشين الناس حبوها جريوا خطفوها صابونة معايا كل يوم بالليل والصبح ونص اليوم أحلى صابونة دي ولا إيه وش بيلمع كده ليه صابونة البنداري لشين صابونة بونا 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 بترغي رغي 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 بتزفلك زفلة 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 وبتنعش انعش 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 دي بترعش ارعش 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 رعش ايه وبتاع ايه ده شيء عشوائي اتفضلوا برا طب معلش يا فندم بس ثانية واحدة انت روح كده ها ايه رأيك يا فندم برا برا يا ابني انت اهو على فكرة حاجة ما بتفهمش حاجة انا اسف بجد الشغل العشوائي ده هو اللي جاي ايوه بعدين صابونة اسمها بنداري لشين مستني اعلان يبقى عامل ازاي يعني برا وكل الرعش ده على الفاضي في ايه رعش ايه وبتاع ايه ده شيء عشوائي اتفضلوا برا الكرييتيف الاجنبي على فكرة انا سايب بالانتاج في الاسفاف ده انا اول مرة اشوف فرقة عشوائية كده بقول لك ايه يا انسة هو انتوا شغالين عادي كده يعني ازاي وبنت المنداري لشين مخطوفة؟ مخطوفة؟ لا لا مش مخطوفة ولا حاجة هي بس متعودة تختفي تلاقي بس مسافرة مع صحابها ولا حاجة متشغليش بالك مسافرة وحيد بيه تم تثبيت الميكروفونات بنجاح الله السؤال بس حضرتك دلوقتي انا طلبت حاجات كتير من المطعم انا لا حاسب عليها ولا حضرتك الفلوس اللي معايا مش هتكمل وحيد بيه سامعني الميكروفونات دي بتاعتك يا برنس لا طبعا مش بتاعتي بس انا شايفك وانت بتحطها في الترابيزات حصل يا سيدي وشفتني وانا بحطها هتذلني يعني عشان شفتني ايوه ميكروفونات مين دي ميكروفونات وحيد بيه لا هو اي واحد بيقول لك ازرع الميكروفونات تقوم رايح حاطط الميكروفونات لا بتتجسسوا على الزباين ليه؟ بقول لحضرتك اتعامل كويس وبشكل احسن من كده من فضلك شكل احسن من كده؟ ده انا هبهدلك ده انا هوريك اللي ما شفته قبل كده يا عبد العزيز لا لا يا شيف كروان لا ما تبدأش الشيف كروان انا مش جعان مش هاكل ده انا هاكلك علقه على ترابيزه اربعه اللي انت قاعد عليها ديت عمرك ما دقتها علقه موت لا تاكل مين علقه؟ انت ما بتعرفش انت بتتعامل مع مين ولا يا استاذ هتكون مين يعني انا من المنظمه العالميه الدوليه للتفتيش على المطاعم انا اسف سعادتك اللي ما يعرفك يجالك سعادتك بس سامحني منظر سعادتك كده برضو مش لبس الشغل هنعمل ايه اللي بيدونا بنلبسه وبننزل ما تعفرتوناش الله يكون في عون سعادتك اكيد برضو سعادتك بتزرع الميكروفونات عشان تعرف راي الزباين في الاكل بالظبط انت معانا في المنظمه بقى ما انا هعرف منين ما انا مش حاجه ورا كل زبون اقول له ايه رايك انما انا راكب مايكاتي اخد فيدباكي اسهل والفيدباك ده سعادتك لانهي وزاره السياحه ولا الصحه ولا التموين الثلاثه بسم الله ما شاء الله ما كانت حضرتك عاليه قوي طب تسمح لنا سعادتك نجيب شويه اكل كده عشان ناخد راي سعادتك فيهم انا نفسي والله بس الفلوس اللي معايا مش هتكمل لا 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 ما تعملش كده لا 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 عيب ده جيب اخوك لا ده احنا كده مش عليكم لا تعيبنيش والله هتضايق يا راجل المفتش لا نجيب واحد لا يا والله ما يحصل وصل طيب هقول لك على حاجه عشان انت ابن حلال بس اكلك على حسابنا وببلاش ببلاش ايوه لا طالما ببلاش نفتش الله اخد دول رجعهم بقى مطرح ما كنت حاططهم ده التفتيش ده طلع حلو قوي يا حبيبي